سفيان جت اليسار العرضية الخطرة. الله 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 بالتعاقدات الجديدة بالانتدابات ستيفان بافور الغاني وهدف للنجف، هدف أول للنجف بعرضية من المغربي سفيان طلال بالقلم والمسطرة إلى ستيفان بافور، وبالتالي ستيفان ما كذب خبر العرضية، والله شكلها تسديدة رأسية من ستيفان بافور، وبالتالي هدف أول لمصلحة فريق النجف، هدف للنجف في الدقيقة 39 من اللقاء. وأخيرا وبولادة قيصرية شاهدنا هدف في الشوط الأول هنا العرضية. الله 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 الله، أي والله تسديدة رأسية من قبل المهاجم ستيفان بافور، وبالتالي هدف أول لمصلحة فريق النجف. هدف جميل في هذه اللحظات لمصلحة فريق النجف.